السلام عليكم ومرحبا بكم عن شاهي وميميرا. الوغ اليوم ان شاء الله جيت نبارطاجي معكم اون ايدي دو غوسيت اللي عجبتني بزاف تاع تيراميسو. ان شاء الله تنال اعجابكم نتوما ثاني. الوغ هنا واش عندنا؟ ثلاثه تاع لي جون خلطناهم، بعد رحنا درنا ان سيرو ب 60 غرام تاع السكر مع 35 غرام تاع الماء، خليناهم حتى وين غلاو، ومن بعد نروحو نرميوهم على لي جون تاعنا وحنا نقعدو نحركو، باش بيان سور ما طبلناش هذاك الجون. دونك نقعدو نحركو حتى وين يولي لو مينونج تاعنا بيض ولا جون تري كلير، دونك سوبر كلير. خلطوهم وملاتيك نجوزو ليدغاتاسيون تاع لا جيلاتين تاعنا، اذا عندكم جيلاتين اون في، سينو اذا عندكم جيلاتين بودره ديروا 10 غرام تاع جيلاتين بودره مع 60 غرام تاع الماء، تخليهم يتنفخوا. ومن بعد تيك نروحوا نحكموا 240 غرام تاع ماسكاربون، كما تقدروا ديروا ثاني فرماج فري، ونزيدوا له كلكو غوت تاع ليكستري دو فاني ولا مغرفه صغيره تاع اروم فاني، خلطوها مليح. ومن بعد نحكموا لا جيلاتين تاعنا هذيك اللي كنا ادراتيناها، نعصروها كامل من الماء تاعها هذيك، نحطوها في ان تي بول. واذا درتو جيلاتين بودره راكم رايحين تشوفوها بليك شربت كامل الماء هذاك. ونجوزو نكملو لابريباراسيون تاعنا. دونك نحكمو هادوك لي جون لي زدنا لهم سيرو، نرميوهم على الماسكاربون لي ضربناه شوية باش يخفف، ونزيدو لي جون تاعنا هادوك لي بالسيرو، نزيدوهم اون دو فوا، ونخلطو مليح حتى وين يدخلو كامل هادوك لي جون. بعد ذلك نروحو نحكمو هذيك لا جيلاتين، ندوبوها واحد 20 سكوند حتى وين تولي دايبه كومبليتوم، نحيو شويه من هذيك لا كريم تاعنا ونزيدوها لا جيلاتين، لازم تدخل مليحه. اذا شفتو بلي كاين دي غرومو ولا زيدو سخنوها، لازم يكون الميلونج تاعنا ليس. ومن ذلك نروحو نخلطوها مع لا كريم تاعنا، دخلوها بيان كوم يلفو. بعد ذلك نروحو نضربو 200 غرام تاع لا كريم فريش اللي تكون بارده وتكون 35% تاع الماده الدسمه، دونك 35% ماتيا غراس، نطلعوها مليح. ومن بعد نروحو نزيدوها على لا كريم تاعنا هذيك الاولى بالماسكاربون ولا جون دو سيرو ولا فاني، اون توكا نخلطوها معاها، دخلوها مليح. حنا تانيت لازم تشوفوا بلي لا كريم تاعكم ليس. هنايا بتيت اسيوس، اذا شفتوا بلي كيستو لا جيلاتين ولو عندكم هكا دي غرومو ولا تما، ميكسيوها بالبرا ميكسر حتى وين تولي لكم ليس، لازم تولي ليس. ومن بعد باش تروحوا تزيدوا لها لا كريم فريش. ومن بعد تحكموا امول اون سيليكون اللي يكون عندكم، لا فورم اللي تكون عندكم. هنا درت انايا لي كور كي يكونوا هكا دي فورم شويه فيهم طرافو كامل، لازم تدخلوا مليح لا كريم تاعكم في الطرف، دونك حكموا غير بشويه، ايطاليوها بيان في لي كوتي هذوك، وما تعمروا المول تاعكم. اونسويت نحكموا هذوك لي بيسكوي لونغ دو شا، نغطسوهم في شويه تاع القهوه ونروحوا نقطعوهم هكا دي مورسو على حساب المول تاعنا، ندخلوهم مليح. ومن بعد نحطوهم في الكونجيلاتور لي كومبلي باش يتكونجلاو لنا ويشدو روحهم بيان. ومن بعد نحيوهم ونجيو نديرو لهم لا بودر دو كاكاو كي نكونو رايحين نكونسوميهم، باش ما يتنداوش بزاف وما يقعدوش في الفريجيدار منديين يتنداو، شتو هذاك الكاكاو تقعد في الفريجيدار. دونك حتى وين تكونوا رايحين تاكلوهم باش ديروا لهم الكاكاو دو بريفيرونس، تخرجوهم من الكونجيلاتور تخليهم واحد 2 ل 3 اور في الفريجيدار، ومن بعد تيك تكونسوميهم وتتبنوهم. واذا سيتوهم ما تنساوش تبعتونا في الكونت انستغرام تاعنا ولا في الكونت فيسبوك شاهي ميميرا، ومع ليا غنقولكم ا بيانتو ان شاء الله بور اون نوفيل ريسيت.